حير منا. ايه وليش جايه؟ ما اعرف احد. ايوه وانقلع عني يا سواد ليلتس. ما يصير خلاص مشكله. وش السالفه؟ نسى مفاتيحه. ايش قصتك؟ عدي وين الفلوس؟ أخرتها معك ومعمك. حضرتك شكلك يدك ومثل عينك. الله فيك لا تخافي اقعدي بس. حبيتك بالشتاء اويلي اويلي. خلنا تولي. تعال تعال يا ناصر. اسمع يا خلق الله شوفوا فيك يا معلم. طارني زودتها مع الولد. ابشري برايك. خلنا نرتاح شوي نشم نفسنا. ورطه كبيره. اللي ايش تسوي؟ الله يستر عليك. اقول له يا ابو عبد شغل جاكيت عشان تاخذ راحتك. وذا مين؟ حفظي يا جوز. اللي بتحصر انا؟ انا يا عقربة؟ اللي ورا كده ها؟ وشو اللي ورا كده يا نادر؟ وشو؟ وشو؟ ايش بابا؟ ايش بابا؟ راح. انسى راس طبق؟ راس طبق. بطل هالعادة هانت. طيب وين كنتي؟ ها؟ واللي تكون فلوسه من حظها ونصيبها. نزلت عليه سقراية. يا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من نص تفكير ها؟ وهالحين يا بعد عمري روح غسل وادخل ارتاح شوي الين ما اجهز لك كاسة شاهي على مزاجك. لا 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 تعبي نفسك ولا شيء. انا ما ابغى شاي، انا ابغى ارتاح انام. تبغى تنام هالحين؟ ابو عابد انا ودي اتكلم معك. في ايش؟ صرت ناسي؟ لا ذكريني. في الموضوع اياه. اي موضوع؟ هالحين تبغى تقنعني انك نسيت بجد؟ شبعت يا عابد يا ولدي؟ الحمد لله. طيب ابوي راح ريح شوي ها؟ انا كم مرة اقول لك لا تخليني الولد يتدخل في مشاكلنا. مشاكلنا؟ يعني انت ناوي تساوي موضوع الفلوس مشكلة يا سيد ناصر؟ إذا كده مرحبا بك. أنا بعد بسويها مشكلة وأم المشاكل بعد. أقول إيش الحفاوة دي وقلط وتعال والله يحييك وإيش جرجير وشريط اللي دجاجة وإيش بتيش أدار المسألة كذا. يا ما تحت السواهي دواهي وراح ارتاح أجيب لك الشاي. يعني إيش يا أستاذ ناصر ها؟ ايش يعني؟ وش قصدك من هالكلام؟ يا بنت الحلال افهميني، هذه فيها مسؤولية كبيرة. أنا فاهمة،
مسؤولية ولا شيء، لكن أنت اللي دائم تحب تكبر الأمور. من غير ما أكبر الأمور هي كذا. يا رجال أنت وش فيك؟ ليه ما تلحلح؟ خلنا نقب على وجه الدنيا. اسمعيني زين، بغير الحلال لا. هو لا تقدر على غيره. أنت بتقول لي المهم قصري صوتك بس. ماني مقصرة صوتي يا ناصر، وإذا بقيت على هالحال تراني باخذ ولدي وبروح بيت أخوي وخلي البيت ينهد على راسك. يما 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 أبوي بيضربني. شفيك أبوي بيضربني. وين أبوك؟ أبوي بيضربني ورايا. رمزي رمزي تعال 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 جاي تعال جاي. أنت بتخرب بيتي أنت، أبى أقطع جلدك تقطيع أنا. وخري عني هناك. فيك أنت على الولد؟ أقول لك وخري عني هناك. وخري عني هناك. أشوف خليني أشوف شغلي معه. خليني هنا أشوف. يا حول فك الولد، إيش فيك عليه؟ أقول لك وخري عني هناك اقعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش فيك أنت؟ إيش فيك جاي بدري معصب كذا وجاي تفشغلك فيا وفي الولد وفي البيت؟ إيش صاير لك ها؟ الولد ايش فيك عليه؟ وش مسوي؟ انت تبي تجنني انت؟ ما تتعذب، ما تتعذب هذا، انقلع. وش سوى ها؟ اول شيء قل ادبه على ولد عمه عابد. ثاني شيء قطع كتابه. الحين كل هالضرب وكل هالصياح وجاي معصب كله عشان ولد ساميه؟ انت ايش قصتك يا رجل ها؟ ايش قصتك؟ لا يكون سامية عرفت شلون تلف مخك ها؟ خير يا سامية، وش تسوي؟ اللي انت شايفه. وليه تجمعين الملابس؟ ومع الملابس أباخذ ولدي ومنروح البيت أخوي. لا بس يا سامي عاد اصبري. أصبر؟ على أي أساس يا ناصر؟ إذا كان على هاللقمة اللي أنا ولدي بناكلها في بيتك نلقى أحسن منها في بيت أخوي، وحنا حاطين رجل على رجل بعد. إيه بس يا سامي يعني اصبري. لا بروح بيت أخوي أحسن. يا سامي أقول لك اصبري علينا يعني. يعني إيش يا ناصر؟ موافق؟ لا يا سامي شوفي يعني المسألة ما هي سهلة يعني المسألة ناصر أنا هالحين أبغى أسمع منك يا إيه يا لا. سامية زي ما قلت لك يعني ماني عارف ماني عارف يا فراج ماني عارف. أنا في حيرة. نادر من مدة هو مستلمني وزن على راسي وراسي نفس الموضوع نفس الموضوع نفس الموضوع. أنا ما أنكر أنه أحياناً أضعف ولساني يزل بكلمة موافق، لكن في الغالب دائماً أقول لا لا لا. أرتاح إذا قلت لا. أنا قلت لا المنصور ونادر وسامية. سامية اللي تنهب اللي إذا شمت ريحة فلوس. عارف عارف أنا أخوك، بس انتبه اوعى دير بالك تسويها مهما كان الثمن. وأنا أخوك بس هذه تهددني تهددني انها تبي تطلع من البيت. حتى ولو طلعت من البيت ظنك يا فراج ظنك هذا هو الحل. ناصر وش العادي هذا؟ بعدين اسمع، ما هو بنت بغيت تطلقها عدة مرات وانا اللاقف قدامك ولا نسيت؟ لا لا ما نسيت، بس هذه تبغى تاخذ الولد
إلى من أخذت الولد اشتكى ورجع الولد. هذه مشكلة، هذه المشكلة. افرض افرض اني ما كسبت الدعوة. حسير اشوفك بديت تدور اعذار وتمشي ورا كلام نادر ومنصور وسامية ويبي يجبرونك علشان تمد ايدك على فلوس الشركة. لا لا يا فراد، ما هو هذا قصدي. الا هذا قصدك فراد؟ فراج حط نفسك محلي، حط نفسك محلي ولقيت أكثر من ناب ومخلب وراك. وش تسوي يا فراج؟ قلي قلي ايش تسوي؟ وصله احتريتك ترجع للمحل لكن ما رجعت. ليش ما رجعت يا نادر؟ ولا متفشل؟ متفشل واتفشل يعني ليش اتفشل؟ اقلها من الكلام اللي انت قلته قدام ناصر في حقي، هذا هو على سمعي انا. يا ترى وش قلت له يوم انك رحت؟ وش قلت له في قفاي؟ انا يا منصور ما قلت اللي قلته الا للمصلحه. مصلحة؟ مصلحة من؟ مصلحتك طبعا. بعد ما فيه شيء، شفت ناصر يغلي عشان زوجته عرفت بالموضوع، قلت عادي علي ما فيه شيء لو ارضيته بكم كلمة. حتى لو كانوا الكم كلمة هذه على حسابي؟ مو هو لازم واحد يشد واحد يرخي يا منصور. طبعا وانت اللي بترخي ها؟ وانا موافق انك ترخي يا رجل. شفت عاد هذا هو طبعا لانك شاطر في الرخي، ولانك شاطر في الرخي ابيك ترخي المحل يا نادر. ارخي المحل يعني شلون؟ يعني تتركه. اتركه؟ اي نعم، ومن اليوم هذا. لا، من اللحظه هذه. وانا ما تفاجأت. نعم انا ما تفاجأت لاني اعرفك من زمان، من زمان تخطط على هالشيء. إيه بعد ما فتحت خطوطك وفتحت بطنك على مرت ناصر، وناصر عشان يعطيك اليونيفورم. المهم لا تقعد تعيد وتزيد الكلام، مفهوم؟ ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي. يعني نختصر الموضوع. نعم ماشي اوكي، انا بختصر الموضوع. هات ومبروك عليك. وش فيه؟ وش فيك بلمت؟ شوك بلمت يا حبيبي؟ ولا يعني اقول لك باي والاقيك ظهري والاقيك مكوش على المحل وعلى حصتي فيه؟ ها؟ هات عطني اللي دفعته حتى نتحاسب يلا. ايوه هذا اللي كان في هواك من اول، ولا صدقت على الله اني فتحت الموضوع. انت اللي بديت يا منصور، وهذه ما هي اول مره تقول لي اترك المحل. حتى اليوم قلتها بطريقه غير مباشره بعد ما صرت انت ومرت ناصر سمن على عسل، وظنيت انه يوم ولا يومين وتكون الفلوس عندك. بس ها هذه دقني اذا طلت من فلوس الشركه ولو قرش واحد. منصور منصور خير؟ خير يا معاذ. اذا سمحت يا منصور، ناصر راح الشركه ونسى المفاتيح معاه هنا في البيت. يا ليتك لو تلحق وتعطيه اياهم. وش مفاتيح ايش؟ وش مفاتيح؟ مفاتيح المكتب والخزنه. مفاتيح الخزنة بعد؟ ايه تكفى الحقه قبل لا يرسم نادر مثل المرة اللي فاتت واصير علقة بفم حرمتك. عادي يا عمر. اقول
سويتي معه في موضوع الفلوس؟ انا الى الحين احاول معاه، بس انت عارف اخوك يا منصور. عارفه مخه مركب على غير شكل، بس عاد البركه فيه انك تلينين مخه وتشكلينه وتعجلينه على كيف ما تبغين. وانا قدها يا منصور. طيب يلا شدي حيلك وانا ابلحقه واعطيها المفاتيح. ناصر شو تدور عليه؟ المفاتيح. مفاتيح بعد نسيتهم ثاني في البيت؟ الظاهر اني نسيتهم في البيت. طيب ايش تنتظر؟ يلا يلا رح 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 جيبهم بسرعه. شلون بسرعه؟ انا يلا اني وصلت الحين تكون رح بسرعه. يلا شالتني رجليني وجابتني. طيب لازم تجيب مفاتيح يا ناصر. أنا حقيقة لولا عندي شغل ضروري ولا كان جبتهم، بس عندي شغل ضروري جدا. ما أقدر يا نادر ما أقدر، يا الله شالتني رجلين ويا لو وصلت هنا. أنا بس قلت أروح على أساس أقدم على إجازة أستريح. إجازة؟ لا لا يا أبو عابد إلا الإجازة، لا لا أجلها بعدين بعدين. طيب يلا بروح. أنت راح جبهم يلا. لا 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 بالفعل انت كذا ما راح تقدر تروح. تدري؟ تعال 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 في مكتبي تعال. ناصر تقعد هنا في مكتبي وما تتحرك لين ارجع. طيب والمفاتيح؟ المفاتيح الله يعيني اروح اجيبهم وش اسوي؟ بس شوف لا تخلي احد يشعر انك هنا. ها طيب واذا سال عني المدير؟ تدبر يا ابن حلال تدبر. Thank you.
تفضل. صباح الخير طال عمرك. انت وين رحت انت؟ ها؟ رحت لمك لمكتبك ولقيتها مسكوك وسيارتك تحت عند الباب، وين رحت؟ انا اي انا كنت تحت في الارشيف وبالمره قلت امر واصبح على سعادتك بعد واسدد السلف اللي اخذته. ما شاء الله عليك، جاي تسدد عندي ولا وش دخلني في التسديد؟ التسديد عند ناصر، رح عند ناصر وسدد. ناصر طال عمرك ما هو موجود في المكتب. ها؟ ايه ناصر متعود على التاخير، الظاهر انها صارت عاده عنده. لا طال عمرك لا، ناصر اكيد راح للدكتور، هو مسكين حالته اليومين تدهور يوم بعد يوم. بس اللي محيرني طال عمرك من وين يجيب مصاريف هالمستشفيات وهالعلاج؟ هذا كله هي بيلها فلوس. اقول طال عمرك هو اخذ سلفه من عندك؟ لا 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 لا، ما اخذ شيء ولا اعطينا شيء من عندك. لا لا. طيب من وين كل مصاريف هالدكاتره والمستشفيات؟ وين ليش تسالني هالسؤال هذا؟ وانا وش دخلني في الموضوع ها؟ رح المكتب كله وشوف شغلك. حاضر حاضر. طال عمرك اقول يعني ممكن تعطيني اذن اروح مستشفى الاسنان؟ وانت بعد؟ ضرسي طال عمرك البارح ما نمت طول الليل. خلاص 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 خلاص، الى جا ناصر رح انت. لا 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 لازم اروح الحين. اعوذ بالله. خلاص رح، تراك وجعت راسي رح. زين طال عمرك اقول سم. بعد ممكن لجا ناصر تعطيه السلف اللي وانا وش قلت؟ يعني انا اخاف اذا خليتهم عندي، لا اخاف اذا خليتهم عندي يجي واحد يتسلف منهم او يضيعون. خلهم عندك طال عمرك. يلا هاتهم، يلا اذرف، يلا. شكرا. وش العالم هذه؟ منصور اشوفك جاي هنا. خير خير يا نادر، لا تحسب اني جاي إن ابغاك ولا ابغى ترجاك. اجل جاي لمين؟ جاي لاخوي ناصر. وعشان ايش يعني؟ ما كفت زوجته اللي سلطتها عليه، جاي بنفسك عشان تكلم عن الفلوس؟ دايم نياتك سيئه، انا ما جيت علشان فلوس ولا علشان غيرها، مفهوم ولا لا؟ أجل وش هو جاي له؟ وش هو جاي؟ علشان مفاتيح الخزنة نساها، وأنا جاي عشان أجيبها لك. لحظة وين تروح؟ أبغى أعطي ناصر مفاتيحه. ما أنت بلاقي؟ شلون ماني بلاقي؟ إيه ناصر ما جي اليوم الشركة، والمدير قال لي أروح أشوف ليش ما جي. بلاك كنت مستعجلوه، المدير قال لي ليش ما جاي يعني؟ وش ما هم ممكن، أنا شايفه بعيني يا أخوي. يا ابن الحلال انا توني طالع من الشركه، انا معاه في الشركه، شلون شفته؟ اقول لك ما جاء. وانا شايفه راكب تاكسي وطالع قدامي رايح للشركه. طيب مدامك شفته راكب التاكسي ليش ما اعطيته المفاتيح؟ ها ما لحقت عليه. ما لحقت عليه؟ جيت بلحق عليه، ما لحقت، اخذت تاكسي وراه وجيت. تمام، سويت اللي عليك وزياده. هات المفاتيح. هات. ايش اللي هات المفاتيح؟ انت في عقلك انت ولا مخليت؟ المفاتيح هذه من يدي اليد ناصر. انت ناس اني سبق ورحت جبت المفاتيح من البيت؟ لو مخونني اخوك ناصر ما ارسلني. اي صحيح، بس وقتها كان عندك امل انه يعطيك من كيفه. على كل حال زين نبهتني، وزين ما اخذت المفاتيح من عندك، عشان لو صار ما صار ما تقول بعدين نادر اخذ مني المفاتيح. اسف اسف يا نادر اسف. على ايش ولا على ايش يا منصور؟ اسف، انا كنت انتظر منك اي شيء يا منصور الا انك تخونني وتشك في ذمتي. يا اخوي اقبل اسفاني، وبعدين الكلام اللي انا قلته لك قلته كله من زعل من الكلام اللي انت قلته لناصر، لا اكثر ولا اقل. وعموما يا سيدي خذها
هذه المفاتيح عطها اياه خذ. لا 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 عطها اياه انت بنفسك. لا يا رجال خذ عطها اياه بس على تغلى خذ. لا 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 ارجوك تعفيني يا منصور ارجوك تعفيني. لا معناته يعني انك الى هالحين زعلان. امسك 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 يا رجال امسك امسك. بس الله الله ها مو منا ولا منا ولا منا. لا ابشر ابشر. يلا يلا يا ولد شغل شغل. يا منصور 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 ارجع يا منصور ارجع ارجع. انت شو قاعدك تحت؟ حديد المفاتيح يروح يبيتك. عموما المفاتيح جات من غير ما اروح اجيب. زين وين جمالك؟ بعدين اقول لك. تعال انت الحين افتح مكتبك يلا تعال. شوي 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 شوي. مكتبي يا ابن الحلال اقعد ارتاح شوي مكتبك بيطير ارتاح ارتاح طيب ايه ارتاح. الحين ما عاد في مشكلة. شوف اذا المدير سأل عنك وشافك بالصدفة قل انك مريض وما جيت الا عشان تاخذ اجازة. طيب هذا اللي انا جاي علشان اخذ اجازة. احنا شقلنا بعدين المدير لازال زعلان منك تدري. خلي الإجازة بعدين بعد ما ترتب أمورك وتروح للدكتور يكشف عليك. أنا أقول يمكنها. على العموم أنت الحين المفاتيح معك. على فكرة أخوك منصور هو اللي جابهم. منصور؟ إيه وأنا طالع لقاني عند الباب وجابهم لي. بس أنا مستغرب ليش ما أعطاك المفاتيح لما لحك وشافك في الشارع العام. هو اللي قال لي إنه لحك وشافك. شافني بالشارع العام؟ ايه بس يقول انك ركبت التاكسي قبل ما يوصل. بس حتى لو هذا صحيح ليش طول؟ يمكن المواصلات ولا شيء. لا 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 اي مواصلات يا ناصر. لو راكب سياره صحيح كان وصلته سوا. ايه مضبوط بس يمكن راح هو بالاول راح للمحل اللي تفقده ولا شيء. تفقد المحل ومعه امانه. وأمانة إيش؟ مفاتيح وفيها مفاتيح الخزنة. لا 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 كان المفروض يجيك بالأول ويعطيك المفاتيح لأنك ما تقدر تستغني عنهم. يعني فرضنا طاحوا من وشافهم واحد في الشارع وعرف وشهم له وقص عليهم نسخة ثانية شو بيكون موقفك بعدين؟ ها؟ شلون؟ أنا أقول على فرض يعني. وبعدين هالمرة جات سليمة يا ناصر مرت الثانية وص أم عابد ما تعطيهم لحد لا المنصور ولا حتى أنا. إيه بوصيها. والأحسن بعد ما تنسى المفاتيح مرة ثانية أبد. يا نادر هو أنا أنسى متعمد. أنا راسي ما أدري هو علي ولا مو بعلي. أخي قلنا لك دبر حالك وشوف لك علاج لنفسك ولراسك. نادر خلاص أنسى إني قلت لك شيء. الحين خلنا نروح للمدير عشان نقول له انك جيت. يلا طيب يلا الله يستر.
لا 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 ولا شيء. يلا يلا شين. يلا شلون بتخلي الباب مفتوح؟ سكر الباب سكر. اي سكر الباب. أنا الحين تطلع. هو يعني صحيح إن الشركة أمان، بس يعني الواحد لازم يكون حويط. وبعدين أنا خابرك حويط يا ناصر. إيش فيه؟ تعبان يا نادر تعبان. يلا قمت من الكروش. عموما إذا حبيت أعطيك فلوس أنا أعطيك من عندي. لا كثر خيرك كثر خيرك. كيفك؟ أنا حبيت أخدم يعني. يلا يلا روح. معك حق بس ما بس ذبحتوني ببس وما بس. بتقول لي كان ناصر عند الدكتور؟ لا وانت صادق كان بالمستشفى. الله وبعد دكاترة ومستشفيات وعلاجات. ما تقول لي الفلوس اللي معك أمس وديتها للبنك؟ اي نعم حطيت 50,000 في البنك ووصل الإيداع. شفت أنا شفت وصل الإيداع اللي تقول عليه شفته. بس طول عمرك الوارد للشركة مبلغ وقدره 60,000 ريال. وين راحت العشرة؟ موجودة في الخزنة. الله وليش ما وديتها للبنك؟ لأن 10,000 جت متأخرة والبنك كان صاك. قلت أخليها مع اللي يجي اليوم. آه كذا. طيب يعني أخاف إنها يعني راحت كذا ولا كذا ولا يمكن منا ولا منا يعني. وش قصدك يعني؟ لا 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 قصد ولا شيء. مرة اعتبرها طول عمرك زلة لسان وعرم لسان عرم ما عاد يخطي على أحد النبات وخاصة أمثالك. اسمعني عاد أنا هالحين أبيع 10,000 بيها ضروري. زين تجيب هذه الحين حالا بالا. يلا ورني عرض كتافك وجيبها لي. طيب نعم وانت وش تبي؟ لا طال عمرك بس اقول لو تعطيني الفلوس اللي اعطيتك اياها. ايه عشان اعطيه لناصر ينزلها من السلفة. بس خذ. يلا مثله. شكرا. ووصه يجيب القروش لا ياكلها بعد. ما يصير. وين راحت؟ فين راحت؟ ماشي ناصر. ناصر ايش فيك؟ ماشي ناصر حبيبي ايش فيك؟ نادر نادر ايش فيك؟ وايش فيك؟ الفلوس ناقصة. الفلوس ناقصة. اقل من 10,000. اقل من 10,000. 2,500 ريال يا نادر. اقل من 10,000. طيب انت عديتهم؟ عادهم يا نادر. قبل اطلع حاطهم في خزنة وساكن عليهم. قال لا قبل ما اطلع. ناصر تاكد يمكن انك اخذتهم ونسيتهم ولا شيء. ما اخذت شيء يا نادر. ما اخذت شيء. طيب اجل وين بيروحون؟ هذا اللي مجنني يا نادر. وين بيروحون؟ وين راحت ال 2500؟ وين راحت؟ حقيقة يا ناصر انا معي 3,000 ريال يعني ممكن اعطيك وتغطي الناقص اللي عليك. بس اخاف اروح معك فيه يعني لان بيقول المدير تسترت عليك وهذا شيء حقيقه انا ما يرضيك يعني. طيب نادر 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 شيل علي يا نادر. وش اسوي؟ هو الحقيقه ما في الا حل واحد. تروح للموظفين وتغطي النقص اللي عندك. فعلا اروح للموظفين. بس في احتمال. في احتمال ما يكون عندهم الناقص. ايه طيب
وش اسوي يا نادر؟ وش اسوي؟ والله عاد يا حقيقه تعز علي يا ناصر، تعز علي. بس ها شوف، ما في الا حل واحد، ما في غيره. هو صحيح صعب بس ما لك الا هذا الحل. شوف، تروح للمدير وتعلمه بالعجز اللي عندك. اروح للمدير. بالعجز اللي عندي. ناصر ناصر ناصر، وش فيك؟ ناصر وش فيك؟ وش فيك؟ لا لا ناصر ناصر ناصر، وش فيه؟ وش فيه؟ طال عمرك ال 10,000 اللي طلبتها منه لقاها ناقصة. طب ساكت. هنا حاس انه ماخذ منها. وين الماء؟ وين الماء؟ هناك هناك. ناقصة ها؟ ناقصة. ايش عليك؟ ايش عليك؟ ناصر رجع. ناصر. يا ابني يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي 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 شوي. وني؟ وني في انا؟ في ذا يا حبيبي. في ذا يا نظر عيني. ال 2500 وين؟ ها؟ الحقني انت وياه للمكتب. على قول ها. ايه معلوم. اجل ايش يا مريم؟ يعني انا بزوجك اي زواج والسلام؟ الرجال اللي ياخذك لازم يكون يستاهلك. يا حبيبتي انا ابيه زواج العمر يا مريم. الرجال اللي ياخذك لازم يكون كله ادب وفهم وعلم وزين. اجل ايش يعني؟ مثل ما تقولين ناصر. ناصر يعني مثلا، اقول يعني مثلا ناصر. ولا في الحاره احسن من ناصر. هو صحيح يعني انه حالته على قدها، يعني ما معه فلوس واجد، بس الفلوس مهي مشكله يا مريم. الفلوس تروح وتجي، اليوم معه بكرة ما معه. أقول مريم أنتي معي ولا أنا غلطانة؟ هلا حاجاك. يعني أنتي معي؟ وش أنا معك فيه؟ وش كنا نقول من الصبح؟ وأحسفه يا ناصر، هذه آخر الثقة اللي حطيتها فيك؟ تأخذ فلوس من وراي؟ المرة هذه سامحة طال عمرك، ولا تنسى هذه أول مرة لناصر، وبعدين ما له سوابق. ولأنها أول مرة ولا له سوابق، أنا بغض الطرف عنه، خلاص، وما كان صار اللي صار. بس اسمعني عاد أنت، الفلوس تجيني اليوم قبل باكر، زين؟ بس أنا ما أخذ شيء، أنا ما أخذ. خلاص خلاص يا ناصر خلاص اسكت، مدام المدير سامحك خلاص. إذا على العز طال عمرك أنا بسد. أنت؟ إيه، من السلف اللي كنت بدفعها. حقيقة أنا ما أقدر أشوف صديقي في مثل هالموقف وأظل ساكت، لازم أوقف معه وأساعده. أجل رأيك من رأيي. أنا هذا رأيي من زمان، كان همي أخلي البيت جنة، بس ما لقيت اللي قدر. تلقينه يا حبيبتي يا مريم، تلقينه. عندك منصور. منصور؟ إيه منصور، وما هو براضي اللي عنده، يبغى يصير معاه أكثر. الله يرزقه. آمين. بس منصور يا مريم ما هو راضي عن سعاد، ولا هو طايق يشوفه بعيونه. وبيني وبينك أنا أدعي لمنصور بعد إنه يلقى اللي تستاهله، واللي تكون فلوسه من حظها ونصيبها. وش تقول؟ أقول لك هذا هو اللي صار بالحرف الواحد. قول غير الكلام يا رجل. وأنا مثلك ما كنت مصدق لولا أني كنت موجود وشفت بعيني وسمعت بإذني. أنا إلى هالحين ماني مصدق. لا تكون مسروقة. مسروقة؟ شا مسروقة؟ كيف تكون مسروقة وهي وسط الخزنة ومسكر عليها؟ وبعدين لو فرضنا أن واحد فتح الخزنة وسرق اللي فيها، معقول يسرق 2500 ويترك الباقي؟ لا 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 لا. ها؟
لا طبعا ما هي معقولة، شغلة تحير الفكر فعلا. اسمع سيرة الفلوس. لا بتسمع، بتسمع يا ناصر، بتكلم وبتسمعني إلين ما تتلحلح وتفهم، ولا كل واحد منا يروح في طريق. كيف؟ كل واحد منا يروح في طريق؟ اللي انت سمعته يا ناصر. بلاش من ذا الكلام الحين يما. اسكت انت. وليش يسكت؟ يسكت عشان انت تتكلمين يعني؟ ايه اتكلم، واليوم هذا لازم اسمع ردك يا ناصر، وانت تقول طيب وموافق، وغير كذا ذنبك على جنبك، ويكون في علمك اذا فضلت تعاند فيني وتقول لا ترى والله ما اجلس لك في البيت هذا ولا يوم. ومن هو اللي ماسكك هالحين؟ من هو اللي ماسكك؟ ها؟ روحي البيت اخوت، انقلعي عن وجهي، ما ابغى اشوف وجهك. شلون يروح؟ وين يروح؟ بروح معي على بيت اخوي، ولا ظنك اني بروح وبترك ولدي وراي؟ يلا يلا يا عبد تعال، اقول لك تعال. اسمعي، انت تروحين لبيت اخوك، لبيت عمك، لبيت ابوك، اختاري اي بيت من البيوت هذه، لكن الولد هذا ما يطلع. لا والله من جدك؟ على كيفك اظن، مو بكذا؟ يلا تعال. قلت لك اترك الولد، الولد لا يمكن يطلع من هنا. إلا بيطلع وبيجي معي وغصب عنك إذا ما هو على كيفك، وعن طريق الشرطة بعد. الشرطة؟ إيه الشرطة، أو يخليك تيجي معايا من سكات. إيش قلت يا ناصر؟ قلت يا سامي لا، القسم اللي ما يعجبك روحوا غيره، لكن ولدي لا تحلمين فيه. أنت بس خليك على جعجعتك، والولد بروح معي. يلا يا عابد. ما أبغى أروح معك. إيش؟ أبقعد مع أبوي.
وش تقول؟ وتعيدها بعد؟ أقول لك امشي. سامية اتركي الولد، وانت محل ما تبين تروحون روحي. الولد هذا روحي ولا يمكن يطلع ها لين اطلع روحك. تفضلي خذي الشنطه معك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوفي شوفي من هذا هناك، شفتي؟ انها سامية. لا سامية سامية ما غيرها يا مريم. هماني قايلة قلت قلت لس الناصر بيوريها شغلها. هذا هو ناصر، لف رسنها في رقبتها وطردها. مسكينة، خليني نردها. تردين من أنت؟ صاحي أنت إلا مهبولة، انهبلتي ما معك عقل. شلون تضيعين فرصة جاتت لحدت؟